لا تكفى مرة اخوينا راح النص ليه؟ هذا يلاحق ليش؟ يا ودني خلاص مريض يا اخوي حنا ما نبي منك شيء طيحها. السلام عليكم. اليوم جايب لكم روكت ليج. قبل كل شيء لازم ندعو لاخواننا في فلسطين. الله يفرج كربتهم ويرحم موتاهم يا رب العالمين. كل علينا ندعي لهم كل وقت ان الله ينصرهم على عدوهم وباذن الله الفرج قريب باذن الله. بما ان دخلنا روكت خلونا نذكركم شيء مهم جدا في روكت ليج. اليوم كود الايتم شوب بي اس ال. يا سلام عليك الله تفهم. موقع كايزن الرابط في الوصف. كود بي اس ال في كايزن يخصم لك. خلونا ندخل الحين اكتبوا لي تحت في الكومنتات افكار تبون نسويها في روكت ليج لان حرفيا اللي قاعد افكر فيه اني انوع في القناه خلاص. وش انوع؟ يمكن تختيم يمكن اي شيء. حاليا مو قاعد تهمني مشاهدات لاني انا ابغى اجيب جمهور جديد لاني من حد على ماينكرو وركت ليك فمفروض اني اسوي هالحركه من زمان بس قبل ما كانت في العاب تلعب حاليا في فيفا كود ما ادري تبون ننزل فيفا كود قريب تجي تبون العاب تختيم نزل مثلا محاكيات نزل اشياء زي كذا قد جربت صراحه انه ما ضبطت معي لكن اذا تبون نجرب مره ثانيه اكتبوا لي تحت الكومنتات الله يسعدكم وهنا سياراتنا اللي راح نلعب فيها على فلسطين كيف تحط على فلسطين تروح الجراج تروح على هذا الخيار اللي هو لانتينا تضغط على انترناشنال فلاجز تحط فلتر وتكتب حرف البي راح يطلع لك هنا فلسطين فلازم ندعم فلسطين بكل مكان راح نلعب الحين تشامب 2 ديفيجن 2 تشامب 1 ديفيجن 2 من زمان ما لعبت الله يعين يا رب يا كريم ان قيام تبيض الوجه يعني شوي يعني نسيت كيف العب حتى تريننج شكله بتريننج بس اوكي اول شيء كيكوف خوينا حلو حلو كمل وات تكفى يا خوي لا خوي والله راح يم البوست اوه لا تكفى مره اخوينا راح النص ليه لا نروق تو بدايه شباب طير يعني الله يستر تكفى لمسه ثانيه تكفى كريت باس والله كريت باس لمستها بس ما ادري شلون ما جت والله تفهم يا خوي تفهم جريت باس انا قلت ما اعصم من اول الجيم فهم يا خوينا شكرا يا موها والله بالله اكتب لك جامد ويلكم يا شيخ نو بروبلم ذس از روكت ليج فجر خوينا ترى يعني لو فيكتها يجي ودعنا فيكينج يا رب يفهم يا رب هاي يا خوي ايش قاعد تسوي الله يصلحك هدفك والله هدفك لا يا اخي لا ومهدف لا تكفى والله قهر شلون مبهدف ما ادري روح خذ البعصت اوكي نظام تصديم حلو يا ساتر هذا سواه بالغلط ولا ايش هذا يلاحق ليش يا ودني خلاص مريض يا اخوي حنا ما نبي منك شيء وات وات سيف القم تلحقنا ليه والله يلاحقني من بوست لبوست ما ادري ايش يبي تكفى حلوه خش يا خوي كلهم تركوا الكاميرا يا ساتر اوكي ما معي بوست يا خوي فروح حلوه الله عليه والله تفهم نايس انا خاف يا قوه سيب يصيرون معي في الجيم الجاي والله نسيت كيف اسوي كيك اوف والله العظيم قهر ابغاها دبل جريت فاست والله ابغاها دبل ما رقيتها مره الجيم سريع يا شباب سبحان الله اللي معي قبل شوي وفزنا 5 ضدي الحين الله يستر ايش تطق الغريب الو خوي ليه ايه يا خوي ليش طق اي شيء كذا يعني ركت ليك خلوا خوينا يجي ضدي واسجل هدفه اللعبه عاوزه كذا اوكي خش عليه يا ساتر قول ايش قاعد يصير؟ ما ادري ايش قاعد يصير صراحه طيحها نو بروبلم اوكي هدفك لا يا خوي لا سكوبي 18 للحين بس ما جتني فرص يا شباب يعني والله ما جتني فرص والله ما له داعي للطقات يا خوي لو يركز شوي بس يا ساتر حتى ذا يخش كذا لا جاب لي هيد لا والله اشغلنا خوينا اوكي انا بطيء في الباك اب بس معليش اخي اعطيتك الكوره فجاه رجعت ليه يعني لازم اقول لك تكذب زيك اوكي واو
هدف. خلنا نطلع تكفى والله انك تفهم، والله تفهم. والله اللعب سيء يا شباب، صح ان فزنا اول جيم بس والله جد احس اللعب مره سيء مره سيء. الله يا الجمب ريست، الله الله في الجيم ما انت بشايف ولا جمب ريست عادي يعني. لايك يا شباب واشتركوا، لازم اذكركم باشتراك لي ماي كان جراند تشامبيون عند تايتل جراند تشامبيون. الله يستر ان شاء الله انه يكون جراند تشامبيون صدق. هذه الخوينا صح؟ تكفى والله ما في الا قوه تبليك. الله يستر يعني. هدفك هدفك يا اسطوره. لا لا ان شاء الله جراند تشامبيون صدق ان شاء الله يا رب يا كريم. والله جت حلوه نايس يا خوي نايس. بيت خويه شلون تعدى خوينا؟ اوه كان وراي صدمه. حلو حلو حلوه 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 يا مجنون يا ساتر. هلا كان اخر حبه بوست والله جابوها ان شاء الله هدف. طقه خايسه بس خفت انها تطير فوق. والله انها خايسه. الحمد لله يا رب الحمد لله. والله نايس ست يا عين يا اسطوره. لا لعيب الولد لعيب. كنا اعطيته اوف فشوه. ناخذ بوست قبله يا عين يا اخوي تفاهم يلبلك. حطنا حلوه حلوه. اوه ايش هو والله اني خفت والله. حلو بشوت يا عيني يا لعيب. والله لعيب. لا لا جراند 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 شاب شباب. بيده 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 بيده. والله انا قلت ملعب اصلا ما ادري ليش تركته بالبدايه ما ادري. انا اسف بالمخ. جي جي والبليد اول جيم وثالث جيم كلها بورفت. اللهم لك الحمد. لايك اشتراك. تحدي ان نوصل يا شباب 850 الف اقرب وقت. ايش رايكم يعني اذا بدكم يعني. بسم الله الرحمن الرحيم. عزيز كرافت والله حاولت اني اوزن بس ماش هجت شوي. تكفى يا اخوي. لا تكفى روح. مستحي من الكوره ولا خايف منها ما ادري. تفهم تفهم اي خشتي كذا. تفهم تفهم يا عمري. هذا هدف هذا هدف هذه هدف قريت باس. الشوطه خايسه بس جريت به اهم شيء يعني. لو كبستها جايه مستحيل تجي لانه بيصد على طول. لا لا طقه حلوه طقه حلوه. والله اني ما عرفت اطقه. والله اني حسيت ان خوينا بيطير ما ادري ليش بس اوكي. جريت بكلهم جريت بكلهم. تكفى برا تكفى. يا ساتر نو بروبلم نو بروبلم. صدها والله صدها يا اخوي. ده يلعب ارجوك. ايوه لا يا اخي لا 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 حرام. اوكي بيعطيه. تكفى 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 تكفى. والله ما له داعي الاستهبال يا اخوي. والله ما له داعي ليش ينطي كذا. اهم شيء خذيت البوست. لا صده. انا خوينا لو يوفر البوست بس اللي معه شوي. ايه ليه خوينا كذا تكسك فجاه. تعال نو عطني عطني روح. جي جي والبلاي رابع جيم على التوالي فوز. اللهم لك الحمد بس بدون انسحابه. انا ابغى اشوف الرانك اب. اعطونا الرانك اب تكفون. اللهم لك الحمد اللهم لك الحمد. نلعب الجيم الخامس الاخير ونشوف عاد ايش نسوي. صراحه من المواضيع اللي تقهر اللي صار باللعبه ان 6 نوفمبر احتمال يلغون تريد كامل. مو باحتمال الاكيد بيلغون تريد كامل. اللي يبغى يشتري اغراض وهذه يشتري من الحين لان غالبا غالبا ما يمديك بعدين تسوي تريد ما تريد بس تشتري حسابات. يعني اللي عنده كم حساب يقدر يوزع عليها اغراض يبيعها بعدين. هذا اللي يفكر فيها بهذا الشكل الله يكسب فلوس. اللي يبغى يفكر لين بعدين بعدين بتصير حسابات غاليه ما ادري يعني يمكن تصير زي فورتنايت سكرون الطياره ما بت الطياره هذه الاشياء كيف كانت غاليه اتوقع بعدين يمكن تصير زي كذا. بسم الله على بركه الله. هل ولا ما هل مع دومينوس ان شاء الله انه يبدع ان شاء الله. ليش ما طقيته من تحت انا؟ اوه قوي ارجوك. لا 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 انا قمت اطير وبس والله العظيم. دبل تاتش ما دبل تاتش حسني نسيت كيف اسوي. اوكي يبلك. حلوه 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 خيرا.
جريت باس والله جريت باس والله كانت زاوية صعبة قريبة قريبة من الزاوية اللي سويت فيها الدبل تاتش قبل شوي. يا رب يا كريم يا رب يا كريم نفوز ذا الجيم يا رب عشان يكون نهاية مقطع حلوة وتشتركوا في القناة إذا ما اشتركت يعني تضغطوا لايك إذا ما ضغطوا لايك. يا لعيب يا لعيب حقتي غريبة الحمد لله أنا فاهم الحمد لله يعني أعطيت تقدر شفت في الشاشة. أوه ساتر رقبتي انكسرت. يا ساتر الشوتة أعوذ بالله الشوتة. أوكي خرب على أخوية بلك والله تبليكاتي جامدة ذا المقطع والله جد. أيوة بلكت مو خوينا موجود تكفى مو خوينا أنا إيش قلت خوينا مو موجود إيش فيني رتب الجمل النظامي ولا إيش تبليك حلوة حلوة تكفى غنط وامسك الجدار بس العلي زلكت امشي تكفى تكفى جود والله تفهم والله حلوة انا ليش طقيتها كذا ترى ما ادري سمعني فورفت تكفى افا ما انسحبوا الصملة يا شباب انا ليش نطقطق ما ادري بس الحمد لله ثلاثة الحمد لله لا تهج تكفى لا تهج يا خوي تكفى تكفى لا تهج اشوه والله اني قمت ام العافية قسم بالله والله اني قمت ام العافية الله فورفت يقول العافية على المشاهدة ان شاء الله استمتعتوا اللي ما اشترك يشترك فعل زر التنبيهات اكتبوا لي تحت الالعاب اللي قلت لكم يعني تبغون نلعبها في المقاطع الجاية اشوفكم على خير سلام.